هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام وصلنا بكم الى ختام هذه الفتره الصباحيه من خلال انطلاقات اسبوعنا الثالث لسن الصغار. اليوم الجمعه 29 من شهر سبتمبر لعام 2023 للميلاد، انطلقنا من مسافه 3 كيلومترات مع 25 شوطا، واسفرت النتائج على النحو التالي: الشوط الاول ذهب مع شواهين سعيد بن سالم بن حمد اليديلي، واكد ابو الخطاب هذا الفوز والانتصار مع اول اشواطي هذا الصباح واهدى ابناء السلطنه وابناء ميدان الزهره، هذا الفوز باربع دقائق 26 ثانيه وتسع اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس. الشوط الثاني ذهب مع زومان لسعيد بن سالم بن رصاص العامري، واكدوا ابناء البوابه 11 هذا التواجد باربع دقائق 23 ثانيه، ثمانيه اجزاء من الثانيه. لياتي الشوط الثالث ويعود بن رصاص مرة أخرى مقدما لنا حضور سعيد بن سالم بن رصاص العامري، 4 دقائق 26 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا لبن رصاص، سلام البوابة 11 سلام. الدبلوماسية لتعود مرة أخرى بشعار سعيد بن سالم بن حمد اليديلي، شعار أبو الخطاب بأربع دقائق 26 ثانية وستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما ياتي الشوط الخامس مع غازي المبارك بن سالم بن علي بن عبد الشامسي، واكد التوقيت الافضل والاجمل باربع دقائق 23 ثانيه جزئين من الثانيه. بينما الهذبه للهاتريك مع ابو الخطاب مع سعيد بن سالم بن حمد اليديلي، اكد بالنقطه الثالثه في هذا الصباح بعدما قدم شواهين والدبلوماسيه، قدم الهذبه باربع دقائق 28 ثانيه وتسع اجزاء من الثانيه، سلام ابو الخطاب سلام. الشوط السابع لتأتي شواهين لراشد بن حمد بخميس البطيني، مؤكدة هذا الفوز والانتصار بأربع دقائق 29 ثانية وجزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس. وطياري بن شعلان كان لها الحضور القوي. بينما الشوط الثامن كيفان لمبارك بن حمد بن علي اليديلي، وأكد بالنظيمة هذا التواجد بأربع دقائق 26 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. العابرات التي انطلقت في هذا الشوط والعابرة لصالح بن حمد بن خويدم العويسي لتأتي بأول مشاركة هنا في عالم سباقات الهجن وتؤكد هذه النجومية بأربع دقائق 30 ثانية وأيضا سبع أجزاء من الثانية، العابرة تهانينا والناموس، سلام يا العويسي سلام. إكحال تأتي في الشوط العاشر ويأتي شعار الموج الأزرق مؤكدا سيب بن فاضل المزروعي بأربع دقائق 23 ثانية وأيضا هناك 4 دقائق 33 ثانية وفاء وتماما وكمالا. شكرا عبد الله بن صالح راعي الطير العامري. المارد ياتي في الشوط الحادي عشر مؤكدا مبارك بن حمد بن علي بن نظيم اليديلي الفوز بالنقطة الثانية بأربع دقائق 23 ثانية، أربع أجزاء من الثانية، سلام بن نظيمة سلام. بينما شوطنا الثاني عشر الظبي سعيد بن عامر بن سالم المغيري، تهانينا والناموس، 4 دقائق 27 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، والتحية أيضا لراشد بن سعيد بن عامر المغيري من قدم الظبي في هذا الأداء. بينما يأتي كساب في الشوط الثالث عشر لمشعل بن علي بن محمد الكاسبي بـ4 دقائق 28 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس سلام جعلان سلام. يأتي الشوط الرابع عشر لقاسم بن محمد بن مسعود العمري مؤكدا مع هذا الأداء الجميل والتحدي المثير بأربع دقائق 30 ثانية، 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لريناد على هذا الفوز. مشوش ياتي في الشوط الخامس عشر لمحمد بن مسلم بن قنزول العامري بـ4 دقائق 31 ثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك مشوش على هذا الأداء المتميز والجميل والرائع هنا في عاصمة الميادين، 4:31 و6 أجزاء من الثانية. ثمينة تأتي لمحمد بن علي بن سعيد السبع الدرعي أول أشواط الإنتاج والمنتجين، 4 دقائق 35 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا السابع عشر ينطلق مع شاهين، أكد محمد بن سهيل بن هيا العامري بـ4 دقائق 30 ثانية وأيضا جزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما مشكورة تأتي في الشوط الثامن عشر لمطر بن سعيد بن متعب العفاري مؤكدا أيضا هذا الفوز والانتصار، 4 دقائق 28 ثانية وهناك 8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. مطر بن سعيد
بن متعب ايضا بر ميدان، مشكور يا بر ميدان. بينما ياتي مع صدى في شوطنا التاسع عشر علي بن سالم بن عبيد ابو ظفير العامري، اكد 4:29 وجزءا واحدا من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما غازي ياتي في الشوط العشرون لناصر بن عبيد بن علي الدرعي، واكد شعار الدرعي وانتاج الاب والام يا الدرعي، مبروك على هذا الانتاج. 4:27 اربع اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الأداء المتميز. شوطنا 21 الضبي محمد بن سهيل بن عويضان العامري، أكد نجومية رائعة ونوعية فاخرة مع بن عويضان بقيادة أحمد بن راشد الغيلاني بأيضا 4:23 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. غنت تأتي في الشوط الثاني والعشرين لحمدان بن سعيد بن حمرور العامري، أكدت 4:34 وفاء وتماما وكمالا مع غند التي قدمت العرض الرائع والجميل في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس. بينما يأتي شوطنا 23 مع معزز سالم بسعيد بن نايع النعيمي، أكد فوز وانتصار بصغر الحجم ولكن الأداء كبير ب 4:27 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس على هذا الأداء المتميز. بينما شوطنا 24 استطاعت شواهين عبد الله بن سهيل بن سالم بن هيا العامري ان يكرر مره اخرى الفوز ويهدي ابناء زاخر هذا الفوز. 4:32 خمس اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. سياب في شوط الختام احمد بن حميد بن عبيد بن علي الدرعي مؤكدا هذا الفوز والاداء المتميز. تهانينا والناموس. 4:29 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لسيف. هكذا وصلنا إلى الختام. شكرا مخرجنا حسين السيد، شكرا موسى المندري، شكرا يوسف بن قاسم البلوشي، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوسط التعليق. أشكر لكم أنتم متابعين الكرام متابعي قناة يأس الرياضية. محدثكم سالم بن علي الحبس، استودعكم الله وإلى الملتقى يوم الغد في الفترة الصباحية مع سن اللقايا.